هي معركة الصيف ونيران شمس تموز وآب، لكن يضاف إليها نيران قنابل وعبوات تستهدف محطات الكهرباء لإيقافها، ومن ثم فتح بوابة الجحيم المضاعف، كهرباء عاطلة فوق أعطالها المزمنة. نعم، ما شاهده قطاع الطاقة في الأسبوع الأخير ليس عابراً أبداً، وهو يتطلب وقفة أمنية تعاضد الوقفة الخدمية، ذلك أن زيادة درجات الحرارة ووصولها للخمسين وما فوق الخمسين أثر في إنتاج الطاقة الكهربائية، فتراجعت ساعات تجهيز المناطق بالكهرباء الوطنية. لكن مع هذا الناس رضيت بالسخونة كما يقال في الأمثال، بعد أن رأت الموت بعيونها إثر استهداف محطات توليد الكهرباء وأبراج الطاقة. فخلال أسابيع معدودة شنت جهات مجهولة هجمات على أبراج نقل الطاقة في مناطق ديالى وصلاح الدين وغربي نينوى وكركوك وأطراف بغداد الشمالية، وهذا ما تسبب في تراجع كبير في تجهيز الطاقة الكهربائية لأغلب المدن العراقية وانقطاعها بشكل كامل عن بعضها مثل الناصرية والكوت والمثنى والديوانية. استهداف أبراج نقل الطاقة لخط ميرساد ديالى أفقد المنظومة 485 ميجاوات مثلاً، بينما أدى استهداف الخطوط لانفصال خط كركوك منصورية الغازية وخسارة 400 كيلو فولت من الجهتين. تنظيم داعش من جهته أعلن عن استهداف وقصف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ الكاتيوشا. كذلك تم استهداف خط نقل الطاقة الفائقة كركوك الجيار الغازية بعبوة ناسفة، وتعرضت خطوط نقل الطاقة بالقرب من منطقة باي حسن لاستهداف إرهابي، ما تسبب بسقوط أحد الأبراج وتوقف الخط عن العمل. كذلك انفصل خط شرقي كربلاء مسيب الحراري، وسقطت أبراج عديدة في منطقة جرف الصخر. ومن الواضح هنا أن المناطق التي تستهدف الأبراج تقع ضمن نفوذ تنظيم داعش، وهو ما يعني أننا أمام معركة لا تقل خطورة عن المعارك السابقة، معركة قد تكون سياسية قبل أن تكون أمنية، خصوصا أننا مقبلون على انتخابات تكون فيها الخدمات سلاحا تسقيطيا لبعض الجهات. لعل هذا ما لمح إليه رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بقوله أن هنالك استهدافا متكررا ومقصودا لأبراج الطاقة في عدد من المحافظات. هل قصد داعش؟ مؤكد، لكنه ربما قصد غيرها أيضا. والآن ما هي الزبدة من هاتين النارين؟ نار الصيف ونار تفجير أبراج الطاقة. الزبدة هي أننا رأينا الموت بعيوننا خلال الأيام الأخيرة، لذلك صرنا نتوسل بمن يعيد لنا الكهرباء ولو كانت عليلاً.